السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، وعلى القناة بتاعتنا هتلاقوا كل شيء، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، بالإضافة كمان وفرنا خدمة جديدة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة، وأحب أنوه كمان لجميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بالنسبه لمنحه النهارده انا فضلت اني ما اعملهاش بشكل مقال، وقلت يعني زي فكره جديده نتكلم عنها كده شفويا، فلو عجبتكم الفكره وعايزين ان احنا نتكلم كده من غير وجود مقال فيما بعد في المنحه القادمه فياريت تكتبوا لي اسفل الفيديو وتوضحوا ان الفكره عجبتكم ام لا. بالنسبه لمنحه النهارده منحه ممتازه جدا، هي عباره عن فرصه تدريبيه في دوله سويسرا، يبقى المنحه اللي هنتكلم عليها النهارده موجوده في دوله سويسرا. المنحه دي مقدمه من منظمه اسمها سيرد، والمنظمة دي طبعا بتعرض فرص كتيرة جدا، فرص تدريبية بشكل مستمر. بالنسبة لي الفرصة دي متاحة لمعظم المراحل الدراسية، يعني لو حضرتك طالب دلوقتي في درجة البكالوريوس تقدر تقدم، لو انت حاليا طالب في درجة الماجستير تقدر تقدم، لو انت خريج ومش بتدرس خالص تقدر تقدم، ولكن طلبة الدكتوراه والمتخرجين من درجة الدكتوراه ما يقدروش يقدموا في الفرصة دي، تمام؟ يبقى ده بالنسبة لأهلية التقديم للفرصة. طيب الفرصة دي مدتها قد ايه؟ الفرصة دي مدتها من شهر حتى 6 أشهر، المينيموم هو شهر والماكسيموم 6 أشهر. طيب المدة بتاعتها يعني انت دلوقتي المفروض تبدأ من امتى؟ المنحة دي مفتوحة طول العام، يعني المؤسسة دي بتعرض فرص التدريب بشكل مستمر، فما حددتش وقت معين، يعني انت بتشوف المدة اللي انت عايز تبدأ فيها وبتبدأ. مثلا عايز تبدأ في شهر نوفمبر القادم تقدر، عايز تبدأ في السنة القادمة تقدر، يعني انت اللي بتحدد الوقت وانت اللي بتحدد المده اللي انت عايز تبدا فيها، ودي حاجه ممتازه جدا، يعني مش هيلزموك باي وقت، تمام. طيب ملاحظه كمان كويسه بالنسبه للفرصه دي انها ما بتشملش او ما يعني مش بشكل الزامي محتاجه شهاده لغه انجليزيه او فرنسيه، وكمان ما فيش حد اقصى للعمر، ولكن طبعا المينيموم اللي يقدم فيه المنحه دي العمر بتاعه يكون 18 سنه فيما فوق طبعا يقدر يقدم. وبالنسبه كمان للمميزات بقى بتاعه الفرصه دي، مميزات الفرصة دي صراحة ممتازة جدا، انها توفر لك راتب شهري كبير جدا حوالي 1560 دولار شهريا هتاخدهم، هتوفر لك فيهم مصاريف الطعام السكن كل شيء، يعني انت هتدفع كل شيء من المرتب ده هيكون كافي جدا معك، تمام. وكمان بقى بالاضافة طبعا انك هتزور سويسرا وهيكون التدريب في مدينة جنيف، يعني هتعيش يعني في حياة جميلة في دولة اوروبية متقدمة، تمام. طيب بالنسبه بقى لتخصصات الفرصه دي، يعني مين اللي يقدر يقدم في التدريب ده؟ اللي يقدر يقدم في التدريب ده الناس اللي هي بتدرس في التخصصات الهندسيه والعلوم، الماثماتكس، ساينس، سيفل انجينيرنج، ميكانيكال انجينيرنج، تخصصات الهندسه بشكل عام، العلوم وما الى ذلك. وفيها كمان تخصصات ادبيه، الناس اللي هي بتدرس في المانجمنت او مخلصه مانجمنت، مثلا الهيومن ريسورسز، الحاجات الادبيه برضو متاح فيها التقديم، تمام كده؟ طيب كده اتكلمنا عن التخصصات اللي هي متاح ليها التقديم. بالنسبه بقى لشروط المنحه دي، المنحه دي زي ما قلت لكم يعتبر ما فيهاش اي شروط، بس الشرط الوحيد ان سنك ما يكونش اقل من 18 سنه وما فيش حد اقصى للعمر. طيب انت محتاج ايه عشان تقدم في الفرصه دي؟ عشان تقدم في الفرصه دي انت محتاج فقط سي في، يكون معك سي في كويس تقدر تقدم بيه في الفرصه دي، وطبعا الفرصه محتاج يتم كتابه فيها بعض المقالات، طبعا تكتبها بشكل احترافي لانها من اهم الاشياء بجانب السي في اللي هيتم تقييم طلبك على اساسه، تمام كده. ده بالنسبه للاشياء المطلوبه في المنحه دي. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو ايه؟ اخر ميعاد هو 31 اكتوبر 2020، يعني انت لسه قدامك مده تقدر تقدم وتقدر تنظم ورقك وتنظم حاجتك وتقدم في الفرصه دي، تمام. وانا حابب كمان اوضح لكم حاجه، ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح عمليه التقديم بشكل احترافي لاي منحه او اي فرصه، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي، وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولو عايز تقدم بنفسك ممكن تتابع شرح الفيديو ده. دلوقتي خلينا نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة اللي تم شرح فيه التفاصيل دي كلها اللي أنا شرحتها لكم باللغة العربية، وبعد كده نروح لكيفية التقديم للمنحة. وده هنا الموقع الرسمي الخاص بالمنحة، هتلاقي كل التفاصيل هنا.
طبعا من حيث الوصف، المنحة، من حيث التكاليف، من حيث انها بتحتاج السي في فقط. هنا ذاكرين ان ما ينفعش يكون البي اتش دي درجة الدكتوراه متاحين لي يوم التقديم، وان لازم يكون على الاقل 18 سنة عند التقديم. ذاكرين هنا التكاليف اللي هتتوفر بيها، اللي هو المرتب اللي هو 1516 فرنك سويسري، اللي هو بما يعادل بالدولار 1560 دولار. تمام، كل التفاصيل اللي هتلاقيها هنا، وهنا زي ما قلت بيأكد عليك ان السي في فقط لو تمام، بالإضافة لكتابة المقالات اللي هنتكلم عليها بعد شوية كده، انت ضامن المنحة ان شاء الله. بس اهم حاجة يكون السي في تمام، كتابة المقالات تمام، والابليكيشن ان شاء الله او عملية القبول ان شاء الله تكون مضمونة. دلوقتي بقى نروح لعملية التقديم. حضرتك هتلاقي عملية الابليكيشن الخاص بالتقديم والابليكيشن الرسمي او الموقع الرسمي للمنحة موجودين في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، وده هو ابليكيشن التقديم. هتلاقي اول حاجة بيقول لك انك هتحط السي في بتاعك، تمام. وهنا في حاجة كويسة جدا، انك لو عندك بروفايل على لينكد ان او سمارت بروفايل او اندد، فانت ممكن تقدر تعمل يعني ساين ان للينكد ان او للابليكيشن اللي انت عندك على اي موقع من دول، والبيانات اللي هتكون على الموقع اي موقع منهم هتتحط لك مباشره على الموقع ده. او في طريقه تانية انك تحط السي في بتاعك هنا، وهتلاقي مطلوب منك هنا بيانات فيرست نيم لاست نيم والايميل وما الى ذلك. فانت حضرتك لو حطيت السي في هنا هتلاقي البيانات اللي موجوده في السي في دايركت اوتوماتيكيا بتتحط هنا، زي اسمك وعنوانك والكلام ده كله. بس طبعا السي في لو على الطريقه الاوروبيه هيتحط لك البيانات بشكل صحيح، تمام. طيب هيتحط لك البيانات، وهنا بقى في الجزئيه دي بتحط الاكسبيرينس بتاعتك، خبراتك، تعمل اد هنا، بتحط الاكسبيرينس بتاعتك، خبرتك مثلا في شغل، بتكتب اسم الشركه مثلا، ايه خبره العمل بتاعك سواء عمل تطوعي، خبره عمل، مثلا عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بتكتب كل الخبرات دي. وليك الحق انك تضيف بقى كذا سيكشن في الاكسبيرينس، تضيف واحد اثنين ثلاثه، لو عندك خبره واحده بتضيف اثنين ثلاثه، بتضيف العدد اللي انت عايزه من خلال كلمه اد هنا، تمام. وهنا بالنسبه للجزئيه دي هنا education اللي هي الخانه بتاعت الخبره التعليميه بتاعتك او الخلفيه التعليميه، تحط طبعا المؤسسه اللي انت بتدرس فيها او درست فيها، تحط الدرجه العلميه بتاعتك اللي انت هتحصل عليها او حصلت عليها، بتحط طبعا المكان بتاع المؤسسه دي، ديسكريبشن انت دلوقتي مثلا هتتخرج من ايه او انت اتخرجت من ايه، تكتب بدات من امتى وهتتخرج امتى، او مثلا لو انت لسه بتدرس حاليا تعمل اي كرنتلي اتند، تمام، فتضغط عليها. وفي الجزء ده بيقول لك لو انت عندك مثلا اكونت على الفيسبوك، على لينكد ان، على تويتر، بتحط اللينك بتاع الاكونت ده، تمام. وهنا طبعا هو السي في اللي كنا حاطينه، انا مثلا حاطط سي في اسمه رومانيا مثلا، فالسي في اللي انت هتحطه من هنا هو نفسه اللي هيظهر لك في الجزئيه دي، تمام. وهنا بيقول لك مسج، دي رساله انت بتبعتها للشخص المسؤول عن المؤسسه اللي هو سيرن، تمام. لان زي ما قلنا هي مؤسسه سيرن، هي مؤسسه تدريبيه وزي مؤسسه توظيف، يعني انت كانك بتشتغل معاهم في يعني في نفس الايه الحاجه، يعني انت هتتدرب وفي نفس الوقت كانك بتشتغل معاهم برضه. فبيقول لك هنا ابعت لهم رساله انت ليه عايز تنضم للوظيفه دي او عايز تنضم للتدريب ده، تمام. وبعد كده لما تخلص الجزئيه دي بتضغط على نيكست، بتخش على الخانه اللي بعدها، تمام. هنا لو انت سايب اي خانه فاضيه طبعا لازم تملاها، فانا مثلا عامل كانسل دي عشان انا سايب الخانه دي فاضيه، تمام، وتعمل لها ديليت من هنا. لو انت مثلا مش عايز تضيفها تعمل ديليت، وبعد كده تكمل لي الخانه اللي بعدها نيكست، هيدخلك بعد كده للسكشن اللي بعده. في الجزئيه دي بقى بيقول لك هنا اختار تاريخ ميلادك، سنه الميلاد، تكتب الجندر بتاعك. وهنا لو لاحظت هتلاقي ان الابلكيشن بالفرنسي وباللغه الانجليزيه، فانت ممكن تجاوب عليه باللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، مفيش مشكله. تختار الجندر هنا، تختار الجنسيه بتاعتك، تمام. تختار هنا بيقول لك لو انت دولتك مش من ضمن الدول الموجوده هنا، في موقع اسمه ايزو الفا، تمام، ده بتخش عليه وفي كود لكل الدول، بتاخد الكود بتاع الدوله بتاعتك وبتحطه هنا، ده لو دولتك مش موجوده من ضمن الدول اللي موجوده هنا، تمام. طبعا بتحط بقى الليفل بتاعك في اللغه الانجليزيه، الليفل بتاعك في اللغه الفرنسيه، تمام. وبتاكد طبعا معلوماتك. وهنا بقى الموتيفيشن، اللي هو الموتيفيشن ليتر، الخطاب، انت ليه عايز تقدم ليه المؤسسه دي، تتكلم بقى انت هتستفاد ايه من التدريب ده، هيطور من مهاراتك ازاي، تمام. يعني تكتب كل حاجه ليه عايز تنضم ليه المؤسسه وتطوير مهاراتك وايه الفايده اللي هتستفادها من التدريب والتخصص اللي انت تنضم ليه. وهنا بقى تتكلم بقى ان انت يعني هتظل، يعني انت اللي دلوقتي لو مثلا بتدرس في
مؤسسة أو جامعة أو شغل، يعني أنت لازم ترجع بعد لما تخلص مدة التدريب ترجع لإيه، الشغل أو الجامعة دي، ما يعني ينفعش إنك تفضل هناك. تمام، ده بالنسبة للجزئية دي. طبعا هنا بقى هتلاقي بيقول لك هنا لازم لو أنت طالب دكتوراه توضح، لأن طلاب الدكتوراه مرفوضين في المنحة دي. هنا بقى شوية مقالات تانية بيكلمك اوصف مثلا باختصار عن العمل بتاعك، هتجاوب على المقالات دي، ومقالات سهلة جدا. وهنا بيقول لك اختار المدة اللي انت عايز تبدأ فيها. لو لاحظت هنا بيقول لك اختار انت عايز تبدأ من امتى، عايز تبدأ من يناير 2020، فبراير 2020، عايز تبدأ من اغسطس 2020، تمام، عايز تبدأ ديسمبر 2020، بتختار المدة اللي انت عايزها. تمام كده، وده هنا يعني بيقول لك التاريخ المتوقع تختار من كذا لكذا. وهنا بقى بالنسبه للجزئيه دي هو اضافه السي في والدوكيومنتس بتاعتك. تمام، هنا اد اتاتشمنت، يعني السي في بتاعك بتيجي بتضغط على كلمه اد هنا وبتضيف السي في. ولو انت عندك مثلا الكشف درجات شهاده التخرج بتاعتك، لو انت عايز تضيفها مع السي في كشيء مدعم تمام، مش عايز تضيفها مش مشكله، اهم شيء يتم اضافته هو السي في. وهنا طبعا بتعمل كونفيرم اللي انت موافق على البيانات كلها، تمام، وبتعمل كونفيرم على مثلا ان الطلب بتاعك يتراجع من قبل المنحه، وانها تشوف كل الاوراق بتاعتك، بتضغط على كلمه كونفيرم في كل دول، على المربعات دي بتضغط عليها كلها. تمام، وبعد كده بتيجي على الحاجه الاخيره دي اللي هي برضو بتاكد ان خلاص مليت كل البيانات اللي فوق، انك فاهم شروط المنحه كويس، وبتيجي تضغط على كلمه سبميت هنا. ولما تضغط على كلمة سبميت يبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح من غير وجود اي مشكلة. طبعا اهم شيء اوضحه تاني هو السي في، تضيف السي في بتاعك هنا. المقالات، شايفين المقالات دي لازم تركز في كتابتها كويس جدا، لانها من ضمن الاشياء يعني المهمة في تقييم الابليكيشن بتاعك. وحابب اوضح نقطة كمان، ان احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيح عملية التقديم ليك في المنح والفرص بشكل احترافي، والمقالات بنكتبها وما الى ذلك، فممكن تقدم من خلالنا او تقدم بنفسك وتكتب الحاجات دي برضو، مفيش مشكلة. تمام كده شرحنا المنحة. نقول تاني سريعا انها فيها راتب شهري 1560 دولار امريكي شهري. تمام كده، فلو حابين تقدموا لها يا ريت، واخر ميعاد هو 31 اكتوبر 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق واليبول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.